لكم غنقدم لكم بحلوان. كنحتاجو نص كيلو دقيق، كنحتاجو 3 معالق الزبدة، كنحتاجو شوية الملح، كنحتاجو 2 معالق الزيت النباتية، كان 2 معالق السكر بلاصي، 2 معالق طماطم. بسم الله غنبداو ونديرو 3 معالق الزبدة، كنعجنو الزبدة مزيان في الدقيق حتى يدخلها الدقيق. كنحتاجو الملح، هنا نديرو 2 معالق الزيت كبار، غنديرو 2 معالق ديال السكر. كنبلكوه حتى يدخل حتى تعمل الدقيق باش يدخلها الزيت في الزبدة. ملي عجنتها حتى ترملات ها هي كتشوفو ليها، من بعد غندير 3 معالق ديال ما زهر، هاذي وحدة، 2، 3، من بعد كنزيدو الماء، الماء على قياس العجينة، قياس العجينة، وخفوها ما تقصحوها، شكون باقي بغينا نديروها في الميكا ترتاح شوية، ساعة نص ساعة على حساب الوقت ديالكم. هيا العجينة ديالتي عجنتها هي ها راه رطبة، ومن بعد غنديرها في الميكا، نديرها في الميكا إن شاء الله ترتاح شوية، بغينا نديرو الحشوة كوكو حمرناه في الزيت حتى تحمر، وبغينا خصنا ونديرو كاس الزبدة و السكر بلاصي على حساب الحلاوة ديالكم، ومعلقة ديال القرفة و 2 معالق ديال الماء الزهر. بسم الله غنبداو، نهزو كاوكاو نطحنوه
منه هكا وكان بعد طحناه راه ما هرش منه بزاف. ها باقي ها زوين ما تبغي تهرس نديرو كاسة الزبدة نديرو السكر كلاصي على حساب الحلاوة كاين اللي ما كيبغي الحلاوة بزاف كاين اللي كيبغيها عاد المعلق معلقة ديال القرفة مظهر جوج معالق مظهر بسم الله ان نطرق العجينة ديالنا وانا نطرق العجينة كندير خبيزات صغار وماء ماء كنخليهم يرتاحوا شوية عاد اللي كان نظمة زينة شكون زينة كتعاوننا وكنطرقو المدلك كنخليوها ترتاح شوية وكنطرقو المدلك تنطرقو على حسب الطبق طرقوها رقيقة بسم الله هاني طرقت عجينتي غنحطها في الطوا هاني حطيتها في الطوا كنسيب ليها الجناب نسيب ليها هاد الجناب وهاد الشناب اللي بقى راه غنكملهم غنطلقهم كمل هاد الشناب كدهن الطوا بشوية الزبدة بسم الله هاني درت العجينة غنتقبوها بالفرشيط باش ما تنفخ ها ندهنو بالزبدة طوا غندهنها بشوية الزبدة هي دهناها نديرو الحشوة بسم الله حشوة الحشوة ديالنا نديرو مزيان هالحشوة ديالنا درناها كنقادوها باش نشوفو شي قنت لي ما مقاداش نقادوها فيها باش تقاد كلشي نحضروها بيدينا مزيان وعيننا مزيان نسو بلاصة إلا كانت عالية نقصو فيها باش تقاد الحشوة فيها الحشوة ديالنا درناها وغنعاودو نطرقو العجينة الأخرى ونغطيو الحشوة ديالنا من بعد ما غطيت الحشوة ديالي بالعجينة وقديتها كلشي وغنهز الموز بسم الله كنقطع القياس ديالكم عيزنا يكون ميزانكم كان اللي كيبغي يصغرها كاين اللي كيبغي يكبرها لا 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 بلا ما لا
بعد ما نطول عليكم الفيديو غنا ندير حتى نقطع. من بعد قطعت لاخوان ديالي ومن بعد بغيت نسوقو باللي عجبني، اللي عجبكم سوقوه بعيد، بغيت نسوقوها كاوكاوا كاوكاوا سوقوها. ماما 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 نص كاوكاوا هاهي بالعجينه اللي شط لنا كنقطعوها بشي مقطع وكنسوقو بها كنحطوها ها. بغيتو ديرو ليها كاوكاوا ديروها، ما بغيتو ديروها راه ديك العجينه هاكا ها كتجي زوينه ها مزوقه وزوينه. السلام عليكم، كملت البقلاوان ديالي طيبتها وسقيتها بالعسل في الليل وبعد خليتها بات ودابا راه كنديرها في القويعطات وتنتمنى ان شاء الله تعجبكم.